تصبغات مشكل كبير يعاني منه الناس سورتو سيدات. الاسباب ديالو كثيره، خلل في الهرمونات، التوتر العصبي، وسورتو تعرض لاشعه الشمس اللي تيكون متكرر وكثير. دونك هناك العديد من انواع التصبغات، دونك كل نوع عنده تريتمون اللي يصلح ليه. واللي خاصنا نعرفو ان لي تريتمون طوروا بزاف، فهناك الادويه، كاين الليزر طبي، وكاين انواع كثيره من التقشير. الشمس ماشي عدو ديالنا، يمكننا نتعرضوا لها ولكن بطريقه موزونه باش ما تكونش عندها اعراض جانبيه على الجلد ديالنا.